الحجه، شو تسمينا جنابك الان؟ موقف الاحزاب الذي يحاول ان يراعي تحالفات السياسيه من جهه والشارع من جهه اخرى، شو تسميه؟ لا لا، هو عمل ايه؟ هو اسميه ان يعني هذه الكتل هي متمسكه اليوم، لا تريد ان تغادر نهج السلطه، ومارست حسب الفكر السياسي اليوم، هي مارست احدى الطرق بشكل واضح وصريح، يعني على يد الحكومه، على يد القوات الامنيه، حتى تحافظ على وجودها. زين، اختارت قضيه الادوات والقمع والى اخره، حتى تبقى تراوغ وتماطل في الوقت، وصولا الى تمرر مرشحها، وليس مرشح هو طبعا المرشح التي وضعت معاييره المنتفضين او المحتجين. هي لا تريد هذه المعايير، انه شخصيه مستقله، وهذه الشخصيه طبعا هي مفتاح للدخول الى حلحله او مفاتيح القضايا الاخرى، هي تشكيل الكابينه الوزاريه والحكومه بصلاحيات واسعه، حتى تمضي بانتخابات مبكره، حتى تمضي ببعض يعني الصلاحيات التي تمنح لها من اجل ان يمسك هذا المواطن اليوم الرافض. وهم ليس فقط المحتجين اليوم في الساحات، بل هناك ملايين مؤيده لهم، وهذه الملايين عبرت بشكل او باخر هي غير مستعده ان تعود بحياتها السابقه، تريد المضي بنظام سياسي مستقر، تريد ان ترى حقيقة هناك عدالة اجتماعية، تريد أن ترى خدمات، تريد أن ترى تشغيل أبنائها، تريد. فهذه كل هذه القضايا ما ممكن اليوم خطابات أو حلول الكتل السياسية التي استنفذتها وعلى لسان ومسمع المجتمع. طيب، المجتمع خلينا في المجتمع الدولي واضح. يقول ان الثقه مفقوده واضح. فهذه الكتل هي مطلوب منها اليوم، هي تعيد الثقه.